حمص مطحون، بندورة مشوية مع زيت زيتون وملح، طحينية، كمون، عصير ليمون. كمان للتقديم بندورة مشوية، زيت زيتون وجبنة فيتا. هاي نقلبناها، إذا بدكم تشوفوها لازم نعطي تحميصة، لأنه أنا في عندي بصل، في عندي ثوم، في عندي بندورة، يعني هاي مش أومليت، هذا شيء تاني مختلف تماما. تمام، هاي الجبنة صارت سايحة، فبيكون البيض شادد حاله وبنكهة الجبنة طعم ولا أطيب. نبلش من هون، نشكها بالسكينة، هاي كمان حبة. بدي أقول أحمد بني حسن صباح الخير، أم حسين صباح الخير، وكمان عودة أبو عودة صباح الورد، ووليد النمري يسعد صباحك يا رب، ومين كمان معانا؟ رحمة فاعور صباح الخير، أم جميلة يسعد صباحك يا رب، وبتصبح علينا وعلى الشيف علا، وأكيد على والدتها ووالدها، الله يخلي لك إياهم يا رب. بتعيد كمان على بنت أخوها محمد فطوم بعيد ميلادها، عمر كله وهابي بيرثداي أكيد. تمام، رح نهدي النار زي ما اتفقنا على الآخر عشان تدوب الجبنة براحتها. البيض استوى معاي، برجع بسكر عليه من فوق بكمل استوى، وهيك بتكون خلصت. كمان أم خالد بتقول لك يا سلام على هالإبداع، كل شيء بشهي، مبدعة شيف. طيب القلب تقي مهيدات يسعد صباحك وشكرا لإلك. كمان أم النيل الزعبي يسعد صباحك يا رب، وأم غسان صباح الخير. تمام، هلأ إحنا للبندورة المشوية بدنا بندورة تشيري أو بندورة طبيعية عادي البلدية، يعني بتقطعيها ملح وزيت زيتون بس، فلفل أسود ما بنحط لأنه هذا حمص، زي ما أنتوا شايفين بديها تدبل وتوقع. وأهم إشي القشرة، أوعك تستغني عن القشرة نهائيا، زي ما أنتوا شايفينها هيها. وراح نحط لها شوية كمون وبعدين شوية ملح وحمص والطحينية طبيعي. هلأ أنا عندي الحمص اللي أنا جايبته معلب بالطحينية أساسا. تمام، فلما نضربهم مع بعض، بدي أنا طحينية بزيد، ما بدي بزيد ليمون، بزيد ملح، وتكة الكمون أهم إشي تكون إيدك خفيفة على الكمون. معك يا أم. معنا اتصال من معان إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. معك إبراهيم من مدينة معان. يا أهلا وسهلا فيك. بس في ملاحظة بسألها الشيف علا بكير. يلا يا سيدي حياك الله. صباح الخير يا شيف. يا صباح القشطة والفل والياسمين. ممكن ملاحظة، ممكن ماما بتعمل لنا سمبوسك، بس ولكن السمبوسك بتشرب زيت، ليش؟ ايش هو؟ السمبوسك بالبيت شو مالها؟ تتشرب زيت. الزيت. نعم، درجة حرارة الزيت. السمبوسك من السوق ولا هي بتعمل العجينة؟ طيب الشكشوكة بالمحلات اللي بدها تجيب زبون صح، يعني زبون هذا الرايح جاي، ما بتقدمها بصحن، بتقدمها بالمقلاية. فأنا رح أقدم لكم إياها كمان بالمقلاية، ونروح على الطاولة نحطها بمقلايتنا بهالشكل زي ما إحنا بنشوفها بالمحلات، خصوصا المحلات اللي عندها شو، اللي عندها الفخارات، بنفس المقلاية وبنعملها بصحن نحاس. هلا بالنسبة للزيت لما بضل بالسمبوسة، بتكون الست حطته قبل ما حرارته ارتفعت، يعني بالضبط أول حبة دائما حطته هو بارد. أول حبة دائما بتستغني عنها، اللي بنفحص فيها درجة حرارة الزيت. درجة حرارة الزيت لازم تطلع على 360، وبعدين بنبلش نضبطها، بنشيل المقلاية عن الغاز، وبعد ما نشيلها عن الغاز بنستنى إنه تكون درجة حرارته مضبوطة، وبعدين بننزل الباقي. تمام، راح ننزل الحمص. تمام هيك، البندورة المشوية، تحط الكمية اللي بدك إياها. تمام، البندورة مشوية. مشوية، ما أخذت معي قد ايه يعني 10 دقائق يا دوب. ملح، تنسيش ان البندوره ملحناها، ديري بالك، هي ملح عشان الحمص ما يزعل علينا. بعدين رح نحط عصير ليمون وتكه الكمون تبعت الحمص كرمال النفخه.
ما بكتر عشان ما يصير لون الحمص عندي أسود. بضربهم بمحضرة الطعام وبحطهم بالتلاجة لما شو يصير لما يمسك حاله. رح أجيبهم ونتابع معاكي كمان يلا الكومنتس اللي بسألوا فيها. مين كمان معانا؟ مين؟ يلا ناخد اتصال من إربد. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا. أخبارك؟ أخبارك أحلى مذيعة حبيبة قلبي. أنت الحلا كله حبيبتي والله. أسمك الشيوات حبيبة قلبي. أهلا وسهلا بميمي حبيبة قلبنا. يلا هاي الشفعة. صباح العسل والفل والياسمين. صباح الورد يا شفولة. صباح العسل. يا هلا أهلا بالأمر. حبيبتي أوجهلك تحية من قلبك. هلا حبيبتي الله يسعدك. قولي يا أمر. أنا بدي طريقة عمل بابا غنوج. طريقة عمل إيش؟ البابا غنوج. أوه دللي عيونك. حاضر حبيبتي. شكرا يا أحلى. أهلا وسهلا ميمي. نعم. قديش ضايل للمدرسة؟ ضايل شهر. قديش؟ ضروري تغسلها بالها على الصبح. يعني أنت مشتاقة للمدرسة ولا مبسوطة بالعطلة؟ طب شو رأيك تسلمي على صحباتك بما إنه لقط الخط معاكي؟ أنا بوجه لكل صحبات اللي بحضروني واللي ما بحضر بوجه لهم كلهم تحية. ها هي ميمي ما بدها تذكر أسماء عشان ما تنسى. ما تنسى حدا يزعل عليها. مزبوط. كل صحباتي أنا ما كلهم كلهم كل صحبات ميمي صباح الخير. منا ومن يوم جديد ومن ميمي. يلا. منا ومن يوم جديد. يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا. هلا الحمص طبيعي ما بيكون زي الحمص اللي بعرفه انا وانت تبعنا البلدي لانه الحمص حمص بس. هذا لما انا بضرب معاه البندوره المشويه. البندوره هي عباره عن سوائل. اذا قوام الحمص شوي بده يكون معي مرق. تمام. هلا طريقه تقديمه في هداك المحل اللي هي بندوره مشويه. حتى لون الحمص صار غير طبعا. نسلم هالإيدين حبيبتي صراحة روعة عمرك. ونخلينا ناخد اتصال. يلا يلا. أم أيهم صباح الورد. صباح الخير يا هبة. كيف حالك؟ أهلا يا حبيبتي. أنا الحمد لله بألف خير. أنت كيفك؟ الله الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. ممكن سؤال لشف علا لو سمحتي؟ طبعا تفضلي. ألو صباح الورد. كيفك يا شف علا؟ أنا منيحة بعد ما سمعت هالصوت. أنا تمام التمام اليوم. الله يعطيك العافية على تعبك ومجهودك. حبيبتي بخدمتك. تدللي لو سمحتي يا شيف علا. قولي. ممكن أسألك سؤال؟ أمر يا ستي تفضلي. بهارات البخاري وين نشتريهم؟ بهارات؟ بهارات البخاري. البخاري أنا عن نفسي ما بشتري بهارات مخلوطة جاهزة. بخلط على مرائي زي ما أنا حابة. زنجبيل، لومي، ممكن أحط جوز الطيب، ممكن أحط كبشة قرنفل، بهاري مشكل. ولكن إذا أنت صار ولا بد بدك تختاري لك بصراحة مطحنة ممتازة يكون عندها أصلا نوع البهار صح
مش قديم وكل سنه مره لما ابيع منه. فهاي الانواع من البهارات اللي انت بتحكي فيها عاده ما الطلب بيكون عليها محدود. طب شو رايك تغششينا ايش البهارات اللي بنستخدمها بهارات البخاري لحتى نروح نقول له اخلط لنا اياها؟ هلا هي شوفي ولا حتى لما تقولي له ما رح يرضى لانه بده يحطها في الماكينه تاعت البهارات وبده يخرب الماكينه اللي عنده ببهارات وقصص وهيك. فانا بفضل انها تختار حدا صح عشان يعطيها بهارات صح، لانه بالاول وبالاخر تكون بهاراته مضبوطه. تمام. ناخذ اخر اتصال معنا لليوم من الطفيله. صباح الخير. صباح الخير. اهلا واهلا بخليل. كل عام وانت بخير، كيفو؟ اهلا يا خليل، الحمد لله وانت بالف خير. والله حابين نقدم شكر للاخت علا وشغلات الزاكي بتقدم لنا اياها حلوات دي. كيفك يا خليل؟ صباح الورد. الله يحييك. والله الحمد لله. الله يحييك، تسلم. شو اخبارك؟ ان شاء الله الاهل الله تمام. الحمد لله رب العالمين. بيقولوا ذوق الزلام صعب بالاكل، فطالما عجبك معناته احنا شو نفدنا. لا ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله شيء برفع الراس. انت البركه يا سيدي، حياك الله باي وقت. انا حابين تشرفينا عندنا في الطفيله، يعني نسوي كمان الطفيله. والله هذا شرف لي، يعني انتم على الراس والعين، انت عارف لا غنى عنكم، فش حدا بيستغني عن أهله أبداً. أنتوا أهلنا وحبايبنا، وإن شاء الله بتضلوا وبتضلوا حبايبك وبتضل بيتك مفتوح وبتضل تعمل أحلى الأكلات يا خليل. أنا وصلت لنهاية الطريق. إذا سألتي نفسك شو هذا اللي موجود هيك بتقدم مع رشة من الجوز، شوي إشي غريب، ولكن والله 4 دنانير هذا الصحن اللي أنتوا شايفينه، اللي أنا بال4 دنانير عملته وراح أعمل حارة كمان وعبي للجيران صحن. حطيت جبنة فيتا تشيز، ويفضل اللي بتنباع في الدلي مش المبكتة لأنها أقل ملوحة وشوي سوفت كريمية، وشوي من البندورة المشوية، شرحة ريحان أو عرق نعنع أو بقدونس زي ما بتحبي، بالإضافة لنقطتين من زيت الزيتون. الحمص بندورة مشوية ما بنحط له دقة، ما بنحط له أبداً. مزبط مع المشاوي إذا بدها تستخدمه مع الغداء. نكهة البندورة المشوية مع قشرتها إشي 5 نجوم لما بجربوها، إشي كتير. معناته بتقومي الصبح بدري تعملي لك صحن على الفطور، بتخبي فطور للغدا مع المشاوي، وهيك بيكون يومك غير شكل، وإن شاء الله دايما اللمة الحلوة والعيلة الحلوة بتكون أساس حياتكم. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ديروا بالكم على حالكم، درجات الحرارة هاي الأيام مرتفعة، نحاول ندير بالنا ما نطلع بوقت الظهر، وإذا طلعنا نحاول نحمي حالنا، وما تنسوا شرب المي. بتمنى لكم يوم سعيد. أكيد. باي باي.